الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. قصة ستاربكس الجزء الثالث، التعثر والنهوض. إعادة صياغة الاستراتيجية منذ عام 2008 إلى 2012. ستاربكس التي استمرت بالتوسع وتحقيق الأرباح على مدى 20 عاماً واجهت انكماشاً سريعاً وغير متوقع، حيث أنذر تقييم سوق الأوراق المالية بوجود مشاكل، فالسهم الذي وصل إلى أعلى سعر له 40 دولاراً في أكتوبر 2006 انخفض سعره بأكثر من 75% على مدى السنتين التاليتين، وتباطأت الأرباح التشغيلية ومبيعات المتاجر الجديدة. وفي وسط القلق المتزايد حيال استراتيجية ستاربكس الحالية، تمت إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة والمؤسس هاوارد شولتز كمدير تنفيذي، مقتنعاً بأن مصدر مشاكل ستاربكس كان قبول الحلول الوسط وتقديم التنازلات في مبادئ ستاربكس الأساسية التي ساهمت في نموها المتسارع. نتائج ستاربكس المالية لعامي 2008 و2009 أثارت تدهور أداء ستاربكس. إعادة ستاربكس على الطريق الصحيح. صاغ شولتز استراتيجيته لحل المشكلة على أساسين. الأول كان تخفيض النفقات. أعلن شولتز بعد إعادة تعيينه بفترة قصيرة أن الشركة ستقلص افتتاح المقاهي الجديدة بشكل حاد، وأنها ستعيد النظر في الممارسات التشغيلية لتحسين فاعلية النفقات. نجم عن هذا إغلاق 600 مقهى في الولايات المتحدة، إضافة إلى غالبية المتاجر في أستراليا في صيف 2008. هذه الإغلاقات تسببت بخسارة حوالي 6000 وظيفة والاستغناء عن 700 منصب ومنصب دعم. ولم يتوقف شولتز عند هذا الحد، بل مدد تقليص نفقات يشمل مكتب المدير التنفيذي، حيث خفض راتبه من 1,200,000 دولار إلى 10,000 دولار، وباع 2 من طائرات شركة ستاربكس الثلاثة. أدى هذا كله إلى تخفيض نفقات التشغيلية بقيمة 500 مليون دولار في عام 2009. الأساس الثاني كان إعادة التأكيد على قيم ستاربكس ومبادئها في العمل، الذي تضمن إعادة تجربة ستاربكس إلى الحياة وإعادة الاتصال مع الزبائن. وكان لتنشيط التزام ستاربكس الاجتماعي أيضاً دور مركزي في عملية إعادة اكتشاف ستاربكس، حيث عاودت الشركة أخذ مهمتها بعين الاعتبار والتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية. تجلى ذلك بمشاركة 10,000 موظف من ستاربكس في العديد من المشاريع الاجتماعية المتنوعة لتنظيف وترميم ما خلفه إعصار كاترينا، ومما تضمنته المبادرات إطلاق ستاربكس شيرد بلانيت، وهو برنامج مكرس للحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع. أعاد شولتز النظر في ممارسات التشغيل للتأكد من تناغمها مع تجربة ستاربكس وصورتها. واحد من التغييرات الهامة كان العودة إلى القهوة المصنوعة يدوياً، حيث أنفقت ستاربكس الملايين خلال عام 2008 على تركيب آلات قهوة جديدة تصنع فناجين القهوة فردية من حبوب القهوة الطازجة. وطلب شولتز مراجعة وتعديل قائمة طعام ستاربكس. التغيير الأساسي هنا كان سحب سندويشات الفطور المحمصة التي غطت روائحها على رائحة القهوة. سندويشات الفطور تعود علينا بالأرباح، لكنها تتدخل مع كل شيء يمثله حيال القهوة ورومانسية القهوة. إعادة الاتصال بالزبائن تضمنت استخدام المكثفة لوسائل التواصل الاجتماعي. كانت ستاربكس رائدة في استخدام الفيسبوك لأغراض الترويج وبناء ولاء زبائن، كما أصبحت أيضاً رائدة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول، وذلك من خلال بطاقة ستاربكس، حيث يستطيع حملة بطاقات ستاربكس استخدام هواتفهم للدفع في المقاهي، ويمكنهم إعادة شحن بطاقاتهم أوتوماتيكياً عبر تطبيقات الأندرويد والآيفون. والأهم من ذلك، سافر شولتز مسافات شاسعة ليلتقي موظفيه أو شركائه، ويدعم قيم الشركة ليعيد إشعال حماسهم،
وتمكن شونس من ذلك عبر سلسلة من اللقاءات التي عقدت في قاعات الحفلات وأماكن أخرى، أعاد فيها سرد قصص ملهمة عن إنسانية ستاربكس والدور الذي لعبه المدراء في خلق التجربة التي تقدر وتحترم الزبائن، وطلب في الوقت ذاته من مدراء المقاهي أن يتحدوا في مواجهة قسوة الظرف الراهن، مؤكدا على الحاجة لرفع أداء ستاربكس والعودة للقيم والممارسات التي جعلت من ستاربكس مكانا مميزا. ورأى شولتز أن إعادة ستاربكس على الدرب الصحيح تتطلب عكس عملية التوسع في عدد المتاجر وسبعة المنتجات غير الجوهرية وإعادة الجودة إلى القهوة وخدمة الزبائن في تلك الفترة التي أصبح فيها النمو مسرطنا. يقول شولتز: عندما ننظر إلى النمو كاستراتيجية يصبح الأمر مغريا ومثيرا للإدمان، لكن النمو لا يجب أن يكون وهو ليس استراتيجية، هو تكتيك. الدرس الأساسي الذي تعلمته على مر السنوات أن النمو ونجاح يمكنهما أن يغطي على الكثير من الأخطاء، فعندما أعدنا النظر إلى بعض المقاهي ضعيفة الأداء أرعبتني فكرة أن المتاجر التي اضطررنا إلى إغلاقها افتتحت منذ أقل من 18 شهراً، وأعتقد أيضاً أن هنالك أوقات كنا نطارد فيها التوسيع، فقد كنا نتخذ قرارات كانت نوعاً ما متواطئة مع أسعار الأسهم، هذا طريق من الخطير جداً سلوكه. عودة النمو: بعودة الفعالية التشغيلية والاتصال مع الزبائن، أعيد تنظيم خدمة تقديم الطعام من جديد، ونقلت ستاربكس تركيزها إلى فرص التوسع. الاختلاف هنا أن التوسع سيكون مضبوطاً، وتم السعي لتوسيع الإيرادات في مجالين: تجارة البقاليات والأسواق العالمية. النظرة إلى المستقبل: أعطت النتائج المالية للربع الأول من عام 2012 المزيد من التأكيدات على قوة تعافي ستاربكس تحت قيادة شولتز، وعززت النظرة إلى أن المأزق الذي وقعت فيه الشركة عامي 2007 و2008 كان ناتجاً عن هوس ستاربكس في التوسع آنذاك. وفي خضم الطمأنات بإعادة شونس لربحية الشركة ونموها، لم تختفي العديد من مصادر القلق التي ظهرت في تحليل الاستثمارات عام 2008، حيث ظهرت هشاشة تعافي الاقتصاد العالمي والأمريكي من الأزمة الاقتصادية العالمية، وعادت القوة التي ظهرت كمصدر تهديد عام 2008 إلى الظهور بشكل أقوى من عام 2012، كما لا زالت الشكوك موجودة حيال تمسك استراتيجية ستاربكس. فهل ستصبح مبادرات شولتز المتعددة مصدر تهديد لهوية الشركة التي أعاد التأكيد عليها، حيث رأى البعض تقديم ستاربكس للقهوة الفورية تهديدا للعلامة التجارية المبنية على أساس تقديم القهوة الاستثنائية الأصلية؟ ولا ننسى أن دخول الشركة إلى قطاع البقاليات وضعها في بيئة شديدة التنافسية تتطلب منها تطوير مقدرات جديدة. علق جيف بيرنستاين محلل رأس مال بيركليز: لقد بدأوا فصلا جديدا من الصفر، وبالرغم من إعجاب الكثيرين بهذه الخطوة سيكون السؤال: هل تدركون ضخامة هذه المهمة التي يأخذونها على عاتقهم؟